بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم. رساله الوحيد كولوزيتش بيفاجئنا كلنا النهارده ان هو بيعلن انضمام ثلاث اسامي جديده لقائمه المنتخب المغربي المشارك في كاس الامم الافريقيه الكاميرون 2022، وهم بدر بنون لاعب النادي الاهلي، ومحمد شيبي لاعب الجيش الملكي، وكمان اللاعب الثالث معاهم سفيان رحيمي لاعب العين الاماراتي، علشان ينضموا للقائمه اللي فيها 25 لاعب. تقعد تدور على ال 25 لاعب دول فيهم كام لعيب محلي تلاقي ان هو لاعب واحد بس محلي. طب ايه حوار المحلي واللاعب المحترف ده؟ ايه كلهم لاعبين مسؤول منتخب مغربي؟ انا متفق جدا معاك، بس من شهر كان تجمع بتاع الفرق المشاركه في البطوله او كاس الامم الافريقيه هيكون يوم 26 او 27 ديسمبر، فمفترض ان المدربين هتلاقي 10 ايام يشتغلوا مع اللعيبه قبل البطوله او حتى زياده عن 10 ايام. دلوقتي بقى الفيفا قررت ان هو الاتحاد الانجليزي عامل بوكسنج دي والجدول مضغوط، فمعلش يا جماعه اللعيبة هتجيلكم يوم 3. يوم 3 ازاي طيب؟ يعني يوم 3 ازاي والبطولة هتبدأ يوم 9؟ كفاية عليكم 6 ايام، احمدوا ربنا ان احنا ما اجلناش. يا قلبكم طيب قوي والله، والله قلبكم طيب قوي، كويس ان انتم ما اجلتوش فعلا. طب 6 ايام دلوقتي المنتخب المغربي عنده كام لاعب محلي ينفع انه وحيد خالص يعمل بيهم تمرينة؟ واحد بس، انس الزنيتي. اه والله بجد انس الزنيتي هو الوحيد بس اللي بيلعب في الدوري المحلي. طب ايه الحل طيب؟ ده الناحية التانية بيقال ان المنتخب التونسي عمل تمرينة نزل 10 لعيبه، مش عارف 10 لعيبه منزل امبارح يشتغل معاهم على ايه، يعني مش عارف بصراحه، بس عادي كل ده بيعدي. اما المنتخب الجزائري، فالمنتخب الجزائري كان ناوي ان هو يروح يعمل ماتشين في قطر، وبسم الله ما شاء الله اتفاجئ ان احنا هنتجمع يوم 3، هوب نركب الطياره، هوب نلاقي نفسنا في الكاميرون اللي هو مفيش ماتشات خالص. انما احنا بقى كده كده مش عايزين نعمل ماتشات ولا هنا في حوار الوديات، وكل سكروش ملوش في حوار الودي، وخلاص بصوا احنا جايبين اخرنا. بس بصراحة المنتخب المغربي هو أكترنا مظلومية، لأن المنتخب المغربي أغلب لعيبته محترفة، واللعيبة المحترفة دي هتيجي يوم 3، فمعنى إن هم ييجوا يوم 3 هيبقوا مضغوطين. سيبك من إن هم مضغوطين، في لعيبة ناشطة في الدوري الإنجليزي كتير، واللعيبة الناشطة في الدوري الإنجليزي دول الفرق بتاعتهم ملطوطة حالة كوفيد، زي مثلا آخرهم رومان سايس. رومان سايس كان مفترض إن هو إمبارح أعلنوا رسميا تأجيل ماتش أرسنال وولفرهامبتون، عشان وولفرهامبتون فيه 13 حالة إصابة بالكوفيد. فاتمنى ان رومان سايس او غانم سايس ما يبقاش واحد من ال 13 دول، اتمنى الرومان ان هو ربنا يعافيه ويقومه بالسلامه لو كان واحد منهم، واتمنى ان هو ما يكونش واحد منهم، اتمنى ان انضمام بدر بنون واللعيبه اللي معاه يكونوا مكملات للقائمه، اتمنى ان وحيد خليلزوتش يكون واخد اللعيبه دي علشان يكونوا مكملات، مش عشان يكونوا ان في لعيبه في الدوري الانجليزي من المنتخب المغربي اصابها الكوفيد، اتمنى لكل اللعيبه بتاع المنتخب المغربي السلامه والتوفيق في هذا العالم الغير سوي والغير حقيقي والغير موضوعي والغير عادل بشده. نتمنى ان احنا نشوف بطوله محترمه في كاس الامم الافريقيه، نتمنى ان احنا نشوف المنتخب المغربي بيقدر يتغلب على كل المشاكل اللي عنده دي، نتمنى ان احنا ما نسمعش كلمه اللعيبه المحليه واللعيبه المحترفه والكلام ده، لان اي مدير فني بيحب اللعيبه المحترفه. كارلوس كولوش جه مصر عشان خاطر مصر عندها محمد صلاح، عندها لاعب زي محمد صلاح. وحيد خالوزيتش حابب جدا فكره انه يشتغل في المغرب عشان القاعده اللي بيملكها في المنتخب المغربي من المحترفين. هو لو جاي على الدوري المغربي وحيد خالوزيتش مش هيمسك المنتخب المغربي. فمن غير ما نزعل كده، بعد ما اتفرجت على ماتش الاهلي والرجاء مفيش لعيب محلي تقدر تقول ان هو يقدر يقعد حد من اللعيبه اللي وحيد خالوزيتش واخدها دكه. مهما كان ما تصدقش اي محلل. فرق الجودة عالي جدا، ما تصدقش اي حد، كله هيقول لك ده وده وده عشان خاطر انتماءات، انما لا، فرق الجودة واضح جدا بين اللعيب المحترف واللعيب المحلي، ما تخليش حد يضحك عليك، كلهم في الاول وفي الاخر بيحملوا راية المنتخب المغربي، كلهم في الاول وفي الاخر بيخلوك انت كمشجع مغربي او كمواطن مغربي تقعد تشجع الفرقة في النهاية. اه معلش يعني وانت بتشجع الفرقة في النهاية كده ما تقوليش والله مصر انت مالك بتتكلم في القصة، يقول لك عزيزي دي قناتي اجي اقول فيها اللي انا عايزه. عزيزي انت عاجبك الفيديو تعمل لايك وسبسكرايب، مش عاجبك الفيديو براحتك يا برو، حتى لو اشتمت في الكومنتات احذف التعليق بتاعك. قناتي يا قناتي يا معلم. اه معلش يعني ممكن بعد الكلام تعمل لايك للفيديو لو عجبك، يعني معلش يعني لو عجبك يعني. وان شاء الله باذن الله الاهلي يفضل مكمل مع بدر بنون، ونسيبنا من حته العين الاماراتي وعرض العين والكلام الفاضي ده، ان شاء الله باذن الله بدر ولدنا مكمل معانا هنا قاعد معانا هنا. اه كيف